معاكم سريعا لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع أجيري يمنح معاونيه في المنتخب أجازة بالتناوب في الكريسماس. فيتو أجيري ضم 3 لاعبين من المنتخب الأولمبي. سوبر كورة اتحاد الكورة يحدد 25,000 دولار لاستقدام حكام أجانب. الوطن سبورت اتحاد الكرة يعاقب الزمالك بالفيديو وتأجيل عودة الجماهير للمدرجات بساعة كاملة. الشروق لوائح تجبر اتحاد الكرة على رفض طلب بيراميدز. الفجر سموحة يعسكر في القاهرة استعدادا لمواجهة بتروجيت. الوفد عصام الحضري يخطط للرحيل في يناير والإسماعيلي يحيل للتحقيق. اليوم السابع مختار يحذر نجوم الإنتاج الحربي من انتفاضة المصري. سكاي نيوز راموس في غط ورونالدو متورط. أسلا إسبانية بيكي يكشف حقيقة هجومه على فيدرر. كورة مورينيو يحسم الجدل حول مستقبل سانشيز.